احنا في اقصى نقطه من البلاد، واحد يحس براحه كبيره جدا لهذا المستوى تاع الالتزام والاندماج والتعاون والانسجام بين كل هذه المؤسسات تاع المجتمع المدني والقطاعات الرسميه والاقتصاديه. هذا كله يعود يدفعنا الى من خلال المرصد الى تطوير اكثر جاهزيه المجتمع المدني لاداره المشاريع اللي من شانها انها تعزز الانسجام الوطني، تعزز الكفاءه تاع الفرص للشباب في الاندماج الاقتصادي، وتعزز ايضا الرياده تاع المشاريع على المستوى الاقليمي مع جيراننا، مع وحنا في افريقيا لدينا ايضا مسؤوليه كبيره لتقاسم هذه التجارب الناجحه لتعزيز السلم، الامن، الانسجام الاجتماعي.